أهلين بنات، معكم مرام البلوج. فيديو اليوم راح يكون مختلف، بلوج أيام من حياتي وإن شاء الله يعجبكم. واليوم معي ثناء. هاي ثناء. أنا الحين أنا وثناء جاي نتغدى على أساس نكسر الخوف، وهي طلعت خوافة زيي. والله ممكن صابع نكسر الخوف اللي جواتنا ونمشي بالممشى بالممشى. اقول لها بك هذا الدريشه هونت انا هنا. يلا يلا قعدت اخاف. يعني ودي بالنص. اي نو بس ما في نص القاعه احسن ابي بالنص. يعني ايش دعوه تجين سبازي ولا تقدرين عند هذا بس إن اوكي يعني معطينا شوي مساحه فمعليش مقبول بس ترى مره يوتر. ما بمشى عادي خلاص يعني اوريدي احنا فوق. لا بالممشى. ممشى غير؟ اي ممشى خرع. شوي نجرب. اوكي نجرب نجرب نشوف اذا نقدر او لا. شوفي نكست بروجكت. اوكي نروح في السريه. اوكي ايش هذا؟ مين اللي حاطه روجها؟ قلة ادب. لازم لازم باذنجان. في باذنجان؟ في باذنجان؟ دوري لي باذنجان. يلا وصل للغداء. كثر الله خيركم. اوكي هذا الترتليني حقيقتي وهذه سلطة اليونانية. هذه تبعي سيريسلي. وغيرنا الطاولة هنا احلى وابعد صح في مسافة. كيف عرفتي انك تحبي الميك اب؟ من زمان انا احب. اللحظة اللي عرفتي انك انت تبغين تسوين شيء في الميك اب؟ كانوا اصدقائي يسألوني ايه مثلا اسوي لهم مكياج اسوي لامي فما اتذكر. بس اقدر اقول لك متى قررت تصير ميك اب ارتست او متى قررت اسوي دورات. لما خلصت التعاونيه سويت دوره. انا كان عندي خوف. اي انا كان عندي خوف لما خلصتني التعاونيه. شفت الموضوع يعني ما يحتاج خوف كبر. اي وحتى قررت اسوي دورات ما اكون ميك اب ارتست بس اسوي دورات على البنات. بس شوي صح كده اخذني الموضوع. بيبي ستيبس. انت تحبي الفاشن؟ غشاشة. لسه سعيد. على صوتك اللي صوتك من ايام الجامعة. اوكي عرفتي؟ كنت يعني دائما البنات كانوا لا تصدقين من ايام الثانوي؟ من ايام الثانوي كنت مرة يعني كذا اشياء غريبة. الناس كانوا يسألوني اشياء غريبة. حلوة ولا غريبة؟ غريبة حلوة اكيد يعني. اوكي يعني تجيني حتى اشياء القرطاسية عرفتي؟ يعني مثلا حتى دفاتري اشيائي مكلفة على حالك حسبي الله عليك. يلا مع ثناء في فندي. شوفي هذا وشوفي هذا. انزلي. لو قلنا لك اي واحد تاخذين شو بتاخذين؟ اوكي صح. شفتي؟ تلوميني. مع انه احلى لو كان كلهم. لحظة ويت، لا يكون هذول زوج. نو. عاد انت رحتي مرة. بس شوفي يناسب مع العباية. يناسب شيء يناسب مع العباية. لا لا شوفي هذه مع عباتي هذه شوفي. اوكي. الالوان. شوفي. انت عارفين الدقة كيف؟ ايه فين احط لك زوم؟ شفتي؟ شفتي المثال؟ ياب. اوكي. ايش رايك فيها الذهبية؟ ولا تحسين لونها شين؟ هذه حلوة بس انها راح تقيدك صح؟ الألوان. لا لك حلو بس حلو. هذه ناعمة صدق من مسكتوة. هذا مينك وفوكس. مسكي مسكي ما ودي تفكين. يلا حنون جاية الحين صالون ميزون دو جويل أسوي أشياء عندهم. يلا هذا الصالون من جوا أشوف فاضي. كل واحدة تسوي لها أدوات جديدة. أسوي مكياج شبه دائم لحواجبي
كده حواجي بدون شيء. وصلني هذا الباكج فبفتحه معاكم من دوف. شكرا دوف. اليوم وصلت طلباتي من سيفارا، شريتها من تخفيضات البلاك فرايدي. كل شيء اليوم واصل، كل شيء غريب. الو، يجي كده مرتب. انا اول مره اطلب من سيفارا. تبتح كده. انا كتبتها لنفسي. هذا السنة قرر نطلب شحنة واحدة. هذا باليت اي شادو من كات فوندي بالتخفيض، صار 50 ريال بس، والالوان باستيل مرة حلوة. وهذه الاي شادو عيوني. طيب ايه، طب روحي روحي عند ماما، روحي عند ماما. لا شوفي هذا بنت اختي، بنت اخوي ما ترضى. فرشاة اي لاينر من ميك اب فوريفر، رقمها 252. وطبعا عينات شراء، عطر، وهذه الفاتورة، وهذا كريم من سيفارا. ايش تسوي انت؟ ليه تاخذين اغراضي؟ ليش تاخذين اغراضي؟ ها؟ وش تقولين؟ وش تقولين؟ وصلت كالعادة ثناء متأخرة. شفتوا عشان تاخذين دي دي دي. انت ما قلتي لهم صح؟ ها؟ ما قلتي لهم؟ لا لا، بس الحين اقول. شفتوا؟ اصرف على ثناء. اصرف عليها، جايبت لها دي. حقير شوفي. اي يعني ما تحتاجين غيرها صدق. طب انت قد جربت شيء كات فاندي؟ اي. طب كيف الاصوات؟ كيف الحق يوم حلو؟ اي كنتو مره قوي. انا عندي اوريدي كنتو كذا اوضع. يلا ترى انا جايه قبلك، صورتني جايه قبلك وانك انت متاخره. مشينا. لا انا زحمه، حرام عليك. ما يدخل، انت قلتي بالفيديو ان انا دائما اتاخر. قهرتيني. ايه ليش كذا؟ اوكي بابين هنا. ايوه ما حد يقدر كذا. اي انا بعد فتر الحين كذا بالنص بالنص بالنص. لا باقي واحد. لا باقي واحد. شو المكان قديش يجنن. يلا ان شاء الله يكون بعد الاكل حلو. ايش تصير فوق؟ ما انا صوري. شو شو مع هالحديده مخربه عليه؟ لا لا حلو. طب انا متوتره، انا متوتره. ايه معي نظاره معي. بسم الله. بديت ادوخ. لا 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 لا. اوكي تنسى شوي تحسين مو ما له دخل بهذا. انت تجين اوكي. الكافي تو فاتح فجابوا لنا هدية كريب. وثناء ما تحس بالبرد، طالبة شفيني شفت بارد مشتية مشتية، وأنا مصيفة وطالبة. شفيك شفيك عكس الناس، وإحنا قاعدين على الإطلالة. اليوم عندي دورة جماعية لثمان بنات بس. بنات الصالون دايما بنات يحسبون ببيتنا. لا مو ببيتنا، انا مستأجرة مكان خاص للدورة. واخيرا خلصت كيف عشان يكتبون ملاحظات وكل حاجة انا كاتبتها، والقلم والمراية. انا مزتهم كلهم اكيد. صدقين اقول البنات ابوي وريني جوهرة ما يدخل، سوي لي ميتين. لا يزيدك. اليوم انا جالسه مع الجوهره وثنا، اول مره يشوفون بعض. ترى لازم يجيبون كيكه. انا ست واسطتهم. استني انا ضعت. واضح اني سنعة صح؟ صورة المشكله. استني واضح اني سنعة. تمت مهمة بنجاح. دقيها وانت دوقي. اوكي. تقعد بالمطعم ما تفتح المنيو تناظر حالها وش طالبه تقول مين اللي قال لك احد سوي كذا؟
ابي زي الدورات تطلب لا لا مبدا الدورات بذنجان اللي انت قلتيها بسناب مره ايه انا اقول في انسان مع هالكلمه هذه غاده واو رهيبه والله ابوي اذا جاب شيء جديد البيت حاجه جديده اكل مدري جديد ندري كان سوبر ماركت وشاف اجنبي ما يذهب السعودي اجنبي شراها يا بنات الهواء يجف الهواء حلو الصحون مع الالوان كلها ما تخيلين الصوره قديش حلوه وانا بس كذا قايله تجي مره ثانيه ايه بس بوقت دوام بوقت دوام ترى مره خيانات بوقت دوام يعني وانا اللي مختار المحل يعني ما يعني لا بس انتي بتعرفين مع الشحات اذا بضان على بعد ما ينفع هتعرفين روحت بناتي واحدة بعطيكم أكادها فظيعة بالتصوير هي كويتية وتعطي أشياء يعني هنس التصوير حلو فظيع تصويرها صدق مو قاعدة أكذب آيس كريم بالحلاوة الطحينية وفيري بيج طب give us another spoon so my friend will try it okay thank you كيف؟ استني لا زين؟ لا طبعا ما اقدر اكد لك ثانك يو هذه بيرثدي كيك طب صور هذا بعد شتي عندك عندك احلى كل ما دايما تقعد اماكن زينه وش تقولون صوري مو حلوه حرام عليكم انها الدنيا مسكرتها دخلنا محل بنجود مول شكله حلو مع ثنا صار الجوهرة راحت يا عثنا نحط زوم هذا هو الديتو صورتي بس ما شفنا اليد الثانية كل يد تختلف؟ شوفي اوكي صاير دي كنترستر بعد المحجبات مرة كبير بس كبير؟ لا تطلعين ما ادري احس ضخم ضخم اوكي مبطل الجاية اكمل حواجبي لاني ما سويت هذيك المرة كيفك؟ مشتغلة اليوم؟ كيفك؟ توني رجعت البيت وهذه بخليها ساعتين بعدين امسحها واصير احط فازلين فازلين لما يتقشر اليوم رابع يوم على التاتو بدا يقشر تشوفون هذه الاشياء قاعد احاول اشيلها بخفه اليوم الاربعاء يعني مر 5 ايام